دونك واش حابين نقولوا احنا؟ لا كانت الدول العظمى وعندها قوى ظاهرة تتمثل في الحكومة المنتخبة وعندها قوى خافية تسير حقيقة الأمور، فما بالك بنا احنا اللي رانا مستعمرة نو كي سوم اون كولوني. دونك فما بالكم بالوضع هذا؟ لا عاود قالها ميلونشون il dit la même chose. سي علي ومعنا مساء الخير سي علي. il dit la même chose يقول نفس الشيء. وش هو الهدف نتاعي انا درك؟ هل انا نحوس على السلطه؟ وي بوركوا با ان شاء الله. اون توكا كون تعطيني البوفوار ندير فيك من رب وتصب الكلب كلب والطاروس طاروس. لا دروات سي لا دروات، لا غوش سي لا غوش، تخلط بيناتهم نحفسك. بون بيان سور قالوا بعيد الحج على بوس بيبيط، على بالي ربي ما يعطينيش البوفوار، باسكو يعطيني البوفوار صافي دير المطرق ليكم، المطرق المطرق المطرق، ربي ربكم اون بون فوا بور توت، باسكو نتوما بانديه ماكمش مربيين، ديجا ان. مي خلينا من الموضوع هذا، نهضر مع لي زوديتور اللي تبعوا فيا، لي بور لا بليبار من النوعية تاعي تاع جزائريين طبقة متوسطة، قرينا شوية وتقفنا نفوسنا شوية وعينا شوية، عندنا وعي سياسي ووعي ثقافي. دونك العالم هذا يا جماعة بلاكو تغلطوا، بلاكو يغلطوكم ناس بحكايات حقوق الإنسان، حقوق الحيوان، حقوق البستان، حقوق الشجرة. شوفوا باش تفهموا العالم كيفاه يدور. نهار كان أوباما ولا كوب 21 في فرنسا تاع ليكولوجيا ديك والكليما، اوباما سني على كلش، الامريكان سي تونغاجي، جا ترامب قال لهم بطلت. واحد ما قدر يقولوا علاه وكيفاه باش تفهموا باللي العالم يسير بمنطق القوه، لا يسير بهذا العواطف الانسانيه، ما لحقناش للدرجه هذه، لانه كون نلحقوا للدرجه وين الانسانيه وان شاء الله نوصلوا لها تعود هي اللي تحكم الكره الارضيه، في الحاله هذه يخلصوا كاع المشاكل. لانه لو الانسانيه هي اللي تحكم الارضيه الكره الارضيه، ما يبقاش الفقر، ما يبقاش الجوع، ما يبقاش التهميش، ما يبقاش المرض، ما يبقى والو. لكن الله غالب، العالم اللي عايشين فيه حنا هذا هذا هو، يا نقبلوه يا نخرجوا منه، نخرجوا منه ما عندناش فين نروحوا. يا نقبلوه نتعافروا معاه ونديروا بلاصتنا، يا يعفسنا. هذا هو لو موند اكتويل. اللي يقول لكم غير هذا يكذب عليكم. شوفوا ملي بدا الحراك وحنا نسمعوا هام راحوا لجنيف، هام جاوا من جنيف، هام راحوا لبروكسل، هام جاوا من بروكسل، النتيجة وش هي؟ قالك لقد زلزل النظام الجزائري، حقوق الإنسان داروا برية. مع من تهضروا؟ فو بارلي افيك كي؟ مع من راكم تهضروا؟ قال له علم من تقرا زابور كداود، محمد نزل عليه القرآن، فضيناها. مع من تهضروا؟ والاخر قال لك بونويرا قالوا ديكلاراو زلزال في الاركان، ما شفنا حتى زلزال في الاركان. وحدكم تديروا في فيلمات، شكون الضحيه الحقيقيه؟ هي الشعب اللي عايش في الجزائر. الضحيه الحقيقيه هي خاوتنا وخوالنا وعمومنا والدينا و نو نوفو، يعني كيما نقولوا حنايا يعني باش بالعربيه نوفو كيفاه نون ياس، هما فيكتيم، هما اللي فيكتيم. ولو بروبليم يسمعوا الابواق ما عندها حتى معنى، ما عندها حتى معنى، يكذبوا ويحطوا
المهم قداش شافوهم في يوتيوب، قداش راحين يخلصوا من يوتيوب، قداش يخلصوا من تويتر، والله من انستغرام، والله ما على باليش. يعني لا فرقة بين زيطوت عبد الصمار عبود هشام، المشاكل هذو لا فرقة بينهم وبين نومي ديال الزول، ريفكا، ريبيكا، هذاك دي جي رفيق، يا با ديفيرونس، با ديفيرونس. هادوك يتمسخروا بالشعب والشعب يقراج، وهادوك يتمسخروا بالشعب والشعب يقراج برك برك. ما فهمناش، هل الشعب نتاعنا بغل الحمار؟ احتمال. عندنا شعب بغل، عندنا شعب حمار. هل هذا يعطينا الحق نكذبوا عليه؟ هل رب العالمين قال لي كي تلقى واحد غبي زيد اكرازيه؟ وكونترير قال لي فهمه وعيه، عطيه المعلومه، ما قاليش كرازيه، ما كان حتى ايه تقولي الغبي يعفس عليه، ما كانش، ما كانش. هاد الناس كرازوكم، واحد قال لكم مخابرات الجزائريه وجنرالات مونطاولي اساسينا في فرنسا ولا في الهند ولا ياي والله كوني ديسيدي ولا سيرفيس سكريال جاني ليكيدي ونامبورت كي بداو مني انا غير يتليكيدا، غير يتليكيدا. ابار لك انا ربي يرفعو كي المسيح عيسى. بصح الكذابين هادو على بالهم بلي المخابرات الجزائريه ما عندهاش برنامج دو ليكيداسيون فيزيك على لترونجي، دونك هما يمدوا رواحهم قيمه وهما ما عندهمش قيمه، عندهم قيمه مع الحمير اللي يسمعوا فيهم. برك انا شخصيا ساعه ساعه ينوضوا لي الودنين، نولي حمار دو طون زاوتر نسمعهم ثاني باسكو يعيطوا لي جماعه يقول لي اسمع واش قاعد يقول، نسمع دونك نلبس لاتوني نتاع حمار ونروح نسمع. مالوروزمون مالوروزمون ما كانش فرق بين زيطوط وتبون، عبود هشام ورئيس الحكومه، عبد الصمار ورئيس الماليه، زي بعضهم بكل بكل كذابين على الشعب، بكل دي زيسكرو، بكل دي زوبورتونيست. باش ما ندخلوش في حوار واحد اخر تاع الارهاب. فوالا مثلا طرحوا عليا اليوم السؤال نهار كامل والسؤال ديما يعود. شوفوا لا ليست هذيك يا جماعه ما عندها حتى معنى، وكون نحبوا نعطيوها معنى. عناصر رشاد عناصر ارهابيه، عناصر الماك ماشي عناصر ارهابيه، لو ماك ني با ان موفمون تيرورست، رشاد ايت ان موفمون اوتمون تيرورست، ونوزن الكلمه تاعي تيرورست بدرجه عاليه.